أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا
قوم
ولا نساء من نساء عسى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا إن الله عليم خبير وَذَكَرٍ
إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن
أحدكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير Thank you.
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يومئذ تعرضون
تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم الفاتحة.